السلام عليكم ورحمة الله، كيراكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير خاوتي. اليوم نقول لكم باللي راهم خدعوني، وما على باليش خلاص كولا خدعوني في المتجر تاع علي اكسبريس ولا هنايا في الجزائر، باسكو راني شريت ساعة من المتجر تاع علي اكسبريس ووصلتني العلبة الصباح هذه فرغانة كما راكم تشوفي. والله العظيم غير وصلتني فرغانة، وانا ما احنا ربح والو كما يقولوا. ها والله العلبة توصلت بعلبة فارغة كما راكم تشوفوا، فتحتها للتو راكم تشوفوها. قناة لايف ستايل ما نديرش بالعادة الفيديوهات هذه، وانا نقول لكم خذوا حذركم من التجار اللي تشريهم عندهم في الموقع تاع علي اكسبريس، ما يغريكمش بالاسعار تاعهم، باسكو لا خاطر انا صرات لي هذه. وماذا بكم ما تنساوش تشاركوا الفيديو هذا مع اصدقائكم، ونشكركم بزاف بزاف. سلام.